يتحدث في أمر فقهي جليل، تحدث عن علماء أجلاء يعني مئات السنين بجهل منه، هو يحقر هذا القول. نعم. هذه قضية مهمة، هذه مصيبة. مصيبة يأتيك شخص يمكن ما هو من أهل العلم ولا عرف بعلم أو علمه ضحل ويقول هذه فتوى غير صحيحة. أنت ممكن أنك تختار أحد القولين إذا كنت من أهل الترجيح ومن أهل العلم حقيقة، تقول عندي هذا القول أرجح من القول الآخر، لكن لا تخط لا تقول ببطلان. ولست أهلا أن تقول، ولست أهلا أن تقول. شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الرجل العظيم الذي يقول عنه الذهبي ويقول عنه العلماء، لم يرى مثل نفسه، ما رأت عينه مثل نفسه من 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 عظمته وحفظه للنصوص ومعرفته لأنواع وشتى أنواع العلم الذي بحر في علمه وفي تقواه. وفي يأتي شخص مسكين ضعيف ما عنده من العلم إلا النزل القليل ويقول شيخ الإسلام ما يفهم، ولا قوله باطل، ولا قول الإمام ابن القيم باطل، ولا قول هذا شيخ الإسلام تيمية نقلنا عنه. أيضا عائشة رضي الله عنها كانت كما نقل ابن القيم ونقله أبو داود بسند صحيح أنها كانت، لعلنا نقرأه نصا حتى لا لاحظ، يقول قال ابن القيم: فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة رضي الله عنها أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليها. لاحظ حديث رواه أبو داود. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، هذه أم المؤمنين، فهمت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حالات معينة الحكم باقي. أما اللي ما كان هناك حاجة ملحة مثل ما ذكرنا، مو بسائقين وخدم، لا، السائق يجي بعد سائق والخادم الخدم كثر. ذكرنا حالات مستقر نادرة، في البيت والذي يدخل مستقر في البيت ما له إلا هالبيت يعيش فيه وبيصير مثل ولدهم. هناك يعني هذا موجود لدى بعض الأسر. اي نعم. الشيخ الإسلام طيب. ناظر في الاختيارات شوي طيب. ورضاع الكبير يقول تنتشر به الحرمة بحيث لا يحتشمون منه للحاجة، لقصة سالم مولى أبي حذيفة وهو بعض مذهب عائشة، وعطاء عطاء بن أبي رباح العالم الجليل الذي في مكة كان لا يفتي في الحج إلا هو من غزارة علمه، والليث ابن سعد الإمام العظيم، وداود أيضا ممن يرى أنه ينشر الحرمة مطلقا، يعني بعضهم يرى نشر الحرمة مطلقا والصنعاني وابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد صديق حسن خان وهم هؤلاء علماء أجلاء، والألباني رحمه الله في شريط له بصوته موجود، هؤلاء يجيزون، وبعض العلماء غيرهم يجيزون. وأذكر وأنا صغير انتشر عن عالم جليل، لا أريد ذكر اسمه حتى لا أريد ذكر اسمه، عالم جليل من المعروفين في الرياض، كان قد احتاج إلى شخص عندهم دائما في بيتهم وهو كبير، فأمر امرأته وزوجته أن ترضعه وأرضعته، أصبح منتشر عند أهل الرياض يمكن أهل نجد كلهم يعرفون أن الشيخ فلان هذا عند الشيخ وأرضعته وأصبح ولد لهم من الرضاع وهو كبير. ما وهذا من سعة فقه رحمه الله، ولم ينكر العلماء في وقته، كانوا العلماء أجلاء في وقته، ما علمنا أن أحدا من علماء في ذلك العصر كان الشيخ ابن باز، ويمكن الشيخ محمد رحمه موجود، يمكن أنا نسيت هل هو في وقته ولا بعده، لكن كان العلماء كثر، كانوا والشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله الجميع كانوا علماء الكبير أيضا الجهل أن يتحدث فيها ما ليس بفقيه. لا، وإذا جاءت مسألة علمية موجودة المسألة الآن في الكتب موجودة، ليش نحرق الكتب؟ لماذا تنكرها وأنت تعلم؟ ما دام موجودة في الكتب. بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على خطر، الذي ينكر هذا ويتعرض للعلماء بالترقيص وبالسخرية
ويسخر من فتوى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سالم. هذا على خطر عظيم في دينه وفي عقيدته. كيف تسخر من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أفتى امرأة أبي حذيفة بإرضاع سالم؟ وكيف تسخر ب بعضهم يقول منسوخ، هذول اللي يقول منسوخ هذا جاهل، لأن النسخ يحتاج